هلا بنحتاج لسلطة النودلز 2 باكيت نودلز من نودي. احنا عطينا 3 3 باكيتات تمام نودلز من نودي نكهة الخضر، 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون، 2 ملعقة كبيرة خل، عصير ليمونة، 1 ثوم مهروس، 2 عود بصل أخضر، فلفل حلو لون أحمر، 2 جزرة مبروشة، كوب ذرة، 3 ملاعق كبيرة كزبرة مفرومة، 2 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج، و 3 ملاعق كبيرة صويا صوص وملح وفلفل أسود. هلا أنا رح أحط هلا في ناس بطبخوها بالطنجرة وفي ناس بحطوا لها مي بضيفوا لها مي، أنا عشانها سلطة رح أضيف المي عليها. تاخذ وحطها هي بجيبها. وأحركها. أحلى إشي إنه البهارات جوا جاهزة وصناعة أردنية فما في إشي بخوف يعني. لازم تغلي المي عشان نحطها على النودلز يعني. بيكون في جوا الباكيت اللي فيه البهارات، حطينا الليمون هون، حطينا البهارات، فلفل حار والتوابل. نعم بجوز تكون هي منكهة نفسها بالليمون يعني من هاي بتكون في التوابل نفسها هي منكهة بالليمون. تمام هلا رح نحط الجزر وهي كتير كتير صحية لأنه فيها كلها خضار. حطينا جزر، بصل أخضر بنقصه رفيع 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 عشان ما يضايقنا، بنحط فلفل أحمر وأنا قصدت يكون أحمر عشان يعطيني الألوان. شوفوا عنا بردقاني وبردقاني وأخضر وأحمر. تمام وهلا إيش نقصنا لون؟ نقصنا لون أصفر. الأصفر. فحطينا الذرة وهكذا إخوان الطلبة علمناكم الألوان. هاي الألوان زي ما أنتم شايفين يلو، هاي يلو وأورنج وجرين ورد. تمام وهلا بدنا نخلط الخلطه اللي هي اللي هلا بدي اعمل الصوص. هي الخل وهي زيت الزيتون وهي الصويا صوص وهي ثوم. هاي زاكي 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 جد يعني، شفت كم من زاكي زاكي زاكي. الصويا صوص مرتبط بالآسيوي. فلفل اسود شوي، الملح كمان شوي لانه عندنا صويا صوص ما بنحتاج ملح كثير. تمام شوية زنجبيل طازة، كمان الزنجبيل مربوط كثير بالأكل الآسيوي وزيت السمسم مربوط بالأكل الآسيوي وزيت السمسم بس أنا بحب دائما أقيمه من الوجبات. ليه؟ لأنه مش متوفر في كل محل فبحب أغلب مشاهدين قد ما بقدر، بحاول أني ما أغلبهم. خنقيم هاي برا. تمام وهلا بنحركه. ثلاث أطباق رح نطبق هنا على بعض صح؟ وهلا بنحط الليمون بس رح تعزز نكهة الليمون الموجودة بالنودلز طبعا. أوكي. بس ما كترنا. أوكي. والكزبرة. تمام. هلا هيك صار الصوص، شم أحلى ريحته. تحس بريحة الليمون وبحس ريحة كل شيء. يا عيني. بدنا نديره على الخضار ونصفي النودلز. هلا النودلز أورجيكم كيف إنه استوى مشاهدينا لأنه ما بأخذ وقت كثير، صار ما أحلى جاهز، مجرد ما ضفنا له مي سخنة وحطينا له التوابل اتشرب بالتوابل وبالمي السخنة. هلا بحرك هدول واجيب الصحن واسكب فيه سلطتي. طيب انا هرجع على الانستغرام شوي. يلا